أغلب المشافي في مدينة حلب تعرضت للتخريب وتعرضت للدمار. هذا الشيء أدى لخروج المنظومة الصحية عن الخدمة، والكادر الصحي اللي تضرر هو أكثر شيء. فنحن كان من كادرنا التمريضي من أكفأ الناس ومن أكفأ العناصر ومن أكفأ الممرضين ومدربين تدريب عالي. حاليا أبسط شيء إن إحنا فقدناهم، منهم سافر برا البلد، منهم تعرض للتهديد وتعرض لظروف قتل. نحن بمشفى الرازي أنا واحد من الناس فقدت 4-5 من زملائي الممرضين بهالظروف الصعبة. طبعا نحن الشريك الأساسي لمنظمة الصحة العالمية، المشروع ابتدى من 2019. المشروع قدم خدمات للمهجرين والفئات الأكثر ضعفا بمحافظة حما. نحن كنا عم نتوجه بمركزنا الثابت، هو مركز صحي بيحوي 3 عيادات داخلية نسائية أطفال، صيدلية، قسم عمليات جراحية ودراسة حالة، في عنا كمان قسم الإرشاد النفسي. العيادة الطبية المتنقلة بتوجيهات وإشراف السيد مدير الصحة توجهت للريف الشمالي بمحافظة حما. الريف الشمالي هلأ تخدم جديد وهلأ فيه مناطق كتير مهجرة، فنحن كتير بتوجيهات السيد مدير الصحة طعنا لهي المنطقة لحتى نقدر نخدمها. حاليا نحن بحاجة جدا لموضوع العمليات الجراحية يلي بتخدم عدد كبير من الناس. مشروعنا كان هو أكبر مشروع عم يوجه خدمات عمليات جراحية لأهالي حما والمهجرين. حاليا بالوقت الحالي في عنا تكاليف كتير مرتفعة، العالم ما عم تقدر تخدمها، فنحن نتمنى أنه منظمة الصحة العالمية تساعد بهي القصة لحتى نقدر نساعد أكبر عدد ممكن من أهالي حما. بدي اتوجه بالشكر الكبير لمنظمة الصحة العالمية. العيادة الطبية المتنقلة كانت جدا مهمة بالنسبة لنا، خدمتنا جدا بالريف. العيادات النسائية والداخلية تخدموا بجهازين ايكو من افضل الاجهزة. جهازين الايكو بدعم المنظمة. هلا نحن اجتنا طابعة جديدة، نحن هلا رح نعمل صور الأشعة والايكو، كانت عم بتكلف المرضى مبالغ هائلة. نحن هلا مستعدين نقدم هي الصور بشكل مجاني، حتى رح نقدم طباعة الصور. طبعا نحن بالنسبة لنا كمرضى مراجعين يراجعون عدد كبير من المرضى، بس ولكن بسبب ضعف الإمكانيات عم نضطر أحيانا أنه نفاضل بين الأكثر حاجة والأكثر هاي. عم نضطر أحيانا بيجوا طفلين أخوة ناخذ واحد منهم ونترك ثاني لأنه ما عندنا إمكانيات أكثر. نتمنى أنه يكون نحن عندنا إمكانيات أكثر من هيك لحتى نقدر نساعد شريحة أكبر من المرضى، يعني سواء عيادة أطفال أو حتى كعمليات جراحية نفس القصة. عم نضطر أحيانا نفاضل الأكثر حاجة للعمليات حتى نخفف من العدد الإصابة، أما لو عندنا إمكانية لأكثر فبنتمنى نخدم على شريحة أكبر من المجتمع. صار في غلاء بالمعاينات كتير بالعيادات الخاصة، صار في غلاء بالأدوية كتير، ما عم تتوفر الأدوية أحيانا، فاضطروا الناس أن يجوا لهون حتى يوفروا هالجانب من المعاينات وهالجانب من زمن الأدوية. الأدوية هون أحيانا ما كلها موفرة، أحيانا نضطر نكتب للناس من برا وهي ما موفرة لأنه ما في إمكانيات نوفر كل الأدوية لكل المرضى اللي مراجعينا. طبعا بالإضافة لهيك إنه الخدمة الموجودة عندنا هون ونوعية الكادر الموجود عندنا، الكادر الحمد لله إنه كادر مميز، عم يضطر إنه كمان الناس عم تاخذ سمعة كويسة عند الناس والناس عم تنعكس عليهم، فعم عم بيزيدوا عدد المرضى اللي عم يراجعونا يوم عن يوم، عم بيزيد عدد الأكبر، يعني كل يوم عم بيزيد عندنا عدد عن اليوم اللي قبل. حتى محافظة حما صار في أعداد كتير أكبر مما كانت، يعني حما صارت تتسع 3 أضعاف عما كانت قبل، فهي كلهم عبارة عن ناس نازحين مضطرين إنه مستأجرين أو قاعدين بمراكز إيواء، هدول عم يضطروا كمان إنه يراجعوا كمان حتى يوفروا المعاينات اللي عم بتصير برا، وهي اللي مثل ما حكيت انه هي كتير غالية وأدوية كتير غالية وما موفرة. حياتنا غير شي سهل، قاعدين ببيوتنا تكفي، بيوتنا كانت الروح والنجي على كيفنا، هسه عينا كل شيء مقطوع عنا غاديت. حالتنا المادية هسه ضعيفة صارت،
أولي كانت عندنا غنم، عندنا زراعة، عندنا يعني هسه عينا يعني حالة تحت الصفر. عندي 6 أولاد، 5 ذكور وأنثى، ويعني كلهم دارسين. عندي بس واحد ما يدرس، كلهم هسه مدرستهم توقفت لهم 2 مدارس ما ضلت لهم. طلعنا بثيابنا اللابسين، ما شلنا كل شيء، انهزمنا وخلينا كل شيء ورانا. صار ضرب الدنيا عصر وطلعنا. العيادات المتنقلة ما قصرت معانا، يعني حيل زينين الشباب. ويعني وكان عندي طفل عمره 4 أيام ونزحنا، ومرض بال4 أيام مرض، وبس إحالات انطوني 4 إحالات لوا على مشفى الحكمة استشفاء من مركز الصحة العالمية. يعني الشباب كلهم ما قصروا، وكانوا يطلعون علي على الغرفة هين يعالجون. كل أسبوع تجينا، يعني ما تقطعنا ابنه. ويعني قعدت لقيت علاج وعلاج ابني من من العيادة المتنقلة تجينا. طموحي إني أرجع على بيتي، هذا الطموح اللي أريد. المشفى حاليا يعاني من نقص كبير في القطع التبديلي للأجهزة الطبية، حيث أن العديد من الأجهزة الطبية التي تتعطل لا يمكن إصلاحها بسبب عدم توفر قطع التبديل، كما أن لدينا نقص في الأجهزة الطبية الجديدة. نتمنى من كل من يهمه الأمر البحث عن حلول لمشكلة القطع التبديلية للأجهزة الطبية، لأن عدم توفر هذه القطع يسبب توقف معظم الأجهزة الطبية في المشفى، مما يؤدي إلى سوء في الخدمة المقدمة للمريض. هلا بسبب سوء الأحوال الاقتصادية اللي عم نمر فيها حاليا، وبسبب انه تضرر مراكز كتير صحية في البلد عنا هون، صار في عنا كتير ضغط كبير علينا من ناحية المرضى، من ناحية كمان تأمين الدواء لهم، خصوصا أمراض المزمنة، أدوية الضغط، أدوية السكري، أدوية نقص التروية القلبية. أنا من محمد عواض، أنا من ريف حلب، من الزهراء، غري اسمه الزهراء، ضيعة اسمه الزهراء. عندي 3 أولاد، صار لي 15 سنة متزوجة. نزحنا من الضيعة جينا على السيدة زينب. أنا كمان وضعي سكري شبابي ومعتمد على الأنسولين، ما في أدوية، انقطعت الأدوية وعلقنا هون. ما بقى أحسن أطلع، إنه ما في مواصلات، ما في لحتى فتح الطريق. كنت جايبي هون محمد ابني وبطلب المرض. كان وضعنا كتير كويس بالضيعة، كان كل شيء رخيص، كل شيء ببلاش. انزل على حلب في مركز كان اسمه عبجي، اجيب الانسولين من هناك. اول شيء اشتريه، بيشتري لي اياه حساب، وبعدين هو دكتور بمشفى الحميات بحلب، قالوا ليش عم تشتري؟ العالم كلها عم تاخذ حساب الدولي الانسولين. صرنا ابي تعرف على هذا مركز عبجي، وصرنا نجيب الانسولين من هناك. باول الاحداث نقلوني على نبول، صرت جيب الانسولين من نبول. ما انقطع الانسولين، بس في ادويه غير الانسولين انا بحاجتها، انفقدت عنا بالضيعة. أنا كنت صحي سكري شبابي معتمد على الأنسولين، بس ما كان مبين علي مرض مثل هلا. التعب مبين على وجهي هلا، ما في دكتور بيطلع برجع بيقول لي كثير تعبان وهيك، ما كان مبين علي أبدا، كانت صحتي كثير كويسة. فكرنا جبنا محمد والحمد لله الله أعطانا إياه. 3 شهور ما بغى طاول، صار كل ماله لورا لورا لورا، وصرنا نركض فيه من دكتور لدكتور. استقبلوا 2 أسبوع وهن درسوا وضعه هيك أساس إنه قصور كلوي مزمن. قالوا لي انه الكل عنده تعبان، ثاني يوم بقولوا لي الثاني تعبان. المهم هو بعالجه وبعطيه علاج القصور من يوم هلا، صار 4 سنين و7 شهور عمره هلا. كان عندي سيرفيس اساس عمليته، نزرع له كليه، بعنا السيرفيس، اشترينا بيت ب7 ملايين، بعناه روحناه، راح السيرفيس وراح البيت، البيت ده كشف على شاحن، كمان راحت الشاحن، وكله راح مصروف علاج محمد ومصروف نحن بيتنا. اولادي كمان واعيين، يعني صار بده يتطلب وهيك. يعني يا اخي ايش بدي احكي لك، انا حياة لا يرسلها، هلا لا بيت لا عماره لا شيء، صرت بهالعمر انا ما عاد صغيري. الحمد لله على كل حال، قلت لك جوزي ان شاء الله عنه الاحتياط، ان شاء الله بيتعود كل شيء، والله يشفي لي هالطفل، ما بقى احلم شيء. ويخف هالبلاء عننا بوضعنا نحن كسوريين.